نيمار في كازا، نيمار ضاع، كان يموت في وطني بعد خرج يموت في وطني شهر وخرج بالدرب، ولد 16 عام، راه في كازا نيمار شاء اساس في كازا، خليت خمسي واحد وليدة صغيرين، في كازا مينين شنو، خليت وليدة تبارك الله زوجين، بعد انا كنت غادرت، غادرت الوطن وقلت للمدير اللي تقريبا 2018، كنت المغرب على 16 وجيت استقرت هذه البلاد هذه انا خدمت المناخ ديالها والجيم ديالها، و هذه المنطقة الزينة. الحمد لله المغرب حنا كامل زين الحمد لله المنطقة الأولى. وواحد القضية نقول لكم كلشي مواهب. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، تنشكر منبر الاصوات على الحضور ديالو في هذه الندوه الصحفيه اللي كانت اليوم في اطار التهميش اللي عشتو داخل جامعه العاب القوى، وهذاك الشيء اللي عطيت في العاب القوى كثير وكثير، ولكن تهمشت في سنوات عديده وعديده، لكن ما سمعتوا اليوم حكيت لكم كل ما كان عندي، قلت لكم بانني شاركت في بطوله العالم، درت بطل افريقيا، بطل المغرب عده مرات، حصلت على عده القاب وعطيت انجازات كبار وكبار، ولكن اليوم انا اليوم كما قلت لكم راني تنعاني مشاكل كثيره، من اجل ما عنديش مداخل شهريه، ما عنديش شي مصرو، ما عنديش بزاف ديال الحوايج، فهمت؟ وهادشي تيألمني في القلب وديما تيبقى يألمنا، والله يجعل فيه هو اللي سهل. والحمد لله العاب القوى المغربيه كما تعرفوها سنوات وهي من في الاخفاقات، سنوات اللي كثيره وهي في الاخفاقات، واليوم تنحاول باش نمشيو بواحد السكه صحيحه ان شاء الله في الطريق من القدام، بغينا على واحد السكه صحيحه في الخريطه، لان اليوم كيما كان واحد الباطو غادي في هذيك 2004 وما لو الى الوراء، كان غادي 2004 كانت غادا واحد الطريقه زوينه، كانت غادا العاب قوى في القمه، كان عندنا ارقام قياسيه، عندنا العاب ميداليات في العاب اولمبيه، كان عندنا ميداليات في العاب بطولات العالم، ولكن اليوم نشوفوا بان ما كاين لا القاب ولا نتائج، ودائما حنا الوراء من منذ ولايه عبد السلام احيجون على رئاسه جامعه العاب القوى اللي دابا تقريبا فوق من 15 عام وما فوق، ولا ميداليه واحده ميداليه ذهبيه جات للمغرب، وحنا معتشين هذه الميداليه، ونتمنوا التوفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني، اي رياضي، اي انسان غيهز رايه بلادنا، وديما نتوجهوا ديما نداءات لصاحب جلاله الملك محمد السادس الله ينصره الله يخليه لنا التاج ويقوم بريوسنا، انسان الغايه اللي تيحب بلاده، تيحب ولاد بلاده، والملك اللي تيحب الفقراء، الملك كل الانسان اللي تيستعطفوا ولا شي حاجه تيوقف معاه وتيساندو، وديما الله يخلينا التاج ويقوم بريوسنا، وديما عاش الاسره العلويه كافه اللي تيسهروا على هذه البلاد الامينه، والحمد لله بلادنا راه بلاد الخيرات، ونتمناو الصوت ديالي يوصل كما قلت لكم اعلى سلطه في البلاد، لان ما بقيتش تنتيق في المسؤولين، ما بقيتش تنتيق لا في رئيس الجامعه ولا في الوزاره الشبيبه والرياضه ولا كل المسؤولين ولا في اللجنه الاولمبيه، حتى واحد ما بقيتش تنتيق به، ولكن حنا بغينا الصوت ديالنا يوصل صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصره ويخليه لينا، ولانه هو باسم مؤسسة محمد السادس الأبطال الرياضيين، كما كانت هذيك المؤسسة كلها رين اليوم تربي أنا وليداتي في الزنقة، ولأن ملكنا هو تيحن فينا، والحمد لله المؤسسة وفرت لنا واحد السكن، وفرت لنا شي حوايج لشي ظروف دكنا باش نعيشو، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يكون واحد التكوين، ولي ما تكون شي وظيفة من طرف المسؤولين أو شي حاجة باش نقدر بنادم يعيش في عيش كريم، وشكرا لكم وشكرا لكم على الخطوة. يا اليوم الشبيه عالم العاب القوى المغربيه والمنتخب الشبيه والرياضه والكل، يا صاحبي جلاله اليوم انا تنستعطفك وتنحبك كاسمح في عده دول اجل بلادي، يا صاحبي جلاله نتمنى لك الدخول وتكون العاب اللي صبحت اليوم الدمار الشبيه سنوات وسنوات، شكرا لك. بسمة الرضوان لاتحاد الشعوب الى التكريم لهذا البطل اليوم، وباسم المنتدى الوطني لحقوق الانسان نقول لك صاحب جلالة هو الأب ديالنا والأب الروحي للشباب، هاد البطل راه مظلوم وكما نقولوا بحال عنفي، نتمنى الصيت يوصل لعند القلب ديالك الحين وتشوف من حال هاد البطل العالمي ورجع لحقوقه، ونشوفوه أيضا بطولة جاية، وكما كنقولوا شعارنا الخالد السيدي هو الله الوطن الملك، وعاش الملك عاش الملك، الله يبارك في عمر سيدي. شكرا للحضور الاعلامي الوزير والمجتمع المدني ايضا، شكرا سي علي اللي استضفنا باش نرى الرساله ديالو، والى ملتقى ثاني. نتمنى ربي يوفقنا باش نوفقكم معاه باش ياخذ احنا معاك بيان سور كمجتمع مدني ومن كمراسلين صحفيين والاعلاميين وكجامعات، شكرا لكم.
السلام عليكم، معكم منظمة رئيسة منظمة أصمت ريد والاتحاد الشعوب، وهي منظمة وليدة الحوز مراكش وعروسة عروس الشرق وجدة، وأيضا معكم منسقة المحلية لمنتدى الوطني حقوق الإنسان لإقليم الحوز. بالنسبة لهذا الندوة أو الملتقى الصحفي كان بمثابة التكريم من طرف منظمة بسمة رضوان لهذا البطل العالمي اللي هو رشيد عادل، اللي عطى الشيء الكثير في العام الدول المغرب، واللي رفض بزاف ديال الجنسيات منها الجنسية القطرية وأيضا البلجيكية باش يحافظ على رايد بلاده، يبقى هذا رايد بلاده. ولكن للأسف كاين جهات معنية اللي يغبروا هذا البطل وهضموا له الحقوق ديالو، وحنا هنايا بوغ باش نصفوه وباش نوصلوا رسالة لصاحب الجلالة، لأنه ما كاينش من بعد صاحب الجلالة، باش نقولها لكم، ما كاينش من بعد صاحب الجلالة اللي غادي يهتم بالشباب أكثر ويحس بهم، لأنه هو الأب الروحي ديالنا حنا المغاربة كلنا والشباب خاصة. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.